اهلا وسهلا، واش راكم لاباسون؟ ان شاء الله تكونوا كامل 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 بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا الفيديو تاع اليوم، نقول لكم مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد، في نهار جديد، في فلوق جديد. ان شاء الله تكونوا لاباس في الحجر الصحي، ان شاء الله تكونوا ما مليتوش. انا الصراحه بديت نمل، يعني الواحد غير ما يلقى ما يدير ياكل ويرقد. الوقت تاعنا كامل راح غير في الكوزينه في الطياب. انا هذاك ماني مديتها دوكا، غير في الكوزينه في الكوزينه حاجه اللي نقيها نروح نديرها هكذا، باه الواحد ما يتفكرش بزاف، ما يملش بزاف. المهم اليوم قلت نصور لكم فيديو، عندي اليوم ما صورتش صراحه، مانيش قادره مره. الحمل اثر عليا في هذو الشهور الاخرين هذو، كيما قلت لكم مره اللي فاتت رجليا ولاو يوجعوني. بالنسبه لي سقساوني على رجليا، يعني ماشي من الملح ولا يتنفخوا، عندي نقص من الكالسيوم هو اللي يخلي رجليا هكذا. وكما تعرفوا يعني الحمل مع الثقل تاعو ياثر بزاف. مهم كانت هكذا بنتي الاولى، بصح كي ولدت يعني ريحت بهذا الحمل الثاني، هم رجعوا لي ان شاء الله كي نولد ان شاء الله يتنحيو. الواحد يعني لازم يصبر. المهم اليوم حبيت نشارك معكم، قلت ندير شاورما، حبيت نشاركها معكم. وجدتها البارح في الليل، يعني قلت به صباح كي نوض نلقاها واجده، حطيتها في الفريجيدير. كيما تعرفوا التتبيله تاع الشاورما لازم تقعد يعني مليح، يعني في مده هكذا في الفريجيدير باش تتبل مليح. المهم انا تبلتها البارح وصورت لكم كيفاه تبلتها، دوك نحط لكم تتبيله يعني تاعو، كل واحد وكفاه وكفاه يدير. نوجد ثاني معكم العجينه، راح ندير ثاني كريمه الجبن هذه. المهم راكم معايا. المهم شوفوا، بغيت نشارك معكم واحد الكادو هكذا، كادو يعني اجمل كادو جاني من نهار تزوجت، اجمل كادو جابه لي راجلي. طلبوا اونلاين مسكين، وحتى نوصلوا للدار كي وصل خرج ومن بعد قلت له راك رايح، قال لي راح نشري، حتى نجاو جابوا لي شوف مصحف، المصحف تاع الالوان هذاك جابوا لي، قال لي جبتوا لك يعني فيل تاع رمضان. شوف وهذه هي سبحان الله، يعني اجمل هدية اللي عجبتني. ان شاء الله ربي يدخل علينا بالصحة والهنا، ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، ان شاء الله يا ربي. نصليو التراويح، هنا التراويح اعلنوا عليها هنا في الجامع الازهر تاعهم، قالوا يعني ما كانش تراويح اذا استمر الوباء هكذا، يعني ما كانش تراويح، ما كانش ثاني موائد تاع الافطار، ما كان والو. بصح احنا عندنا امل عند ربي ان شاء الله يرفعوا ان شاء الله قبل رمضان، ان شاء الله الناس تصلي التراويح في الجوامع، ان شاء الله يتجمعوا الناس على موائد ان شاء الله رمضان، ان شاء الله نعيشوا يعني حياتنا عادي. المهم هذه هي الهدية حبيت نشاركها معكم. وهنا عندي هو التتبيله تاع الشاورما تاعنا، انا هنا نتبلها، عندي في زوج فصوص ثوم، عندي فلفل احمر، عندي فلفل اسود، عندي شويه تاع كمون، ملح، عندي غير شويه تاع طماطم تاع البطاط، عندي بطاطا ياور طبيعيه، وهذه الخلطه تاع الشاورما. وندير ثاني مغرفة تاع خل وزوج مغارف زيت.
خبز تاع شاورما، عندي زوج كيسان ونص تاع فارينة، عندي مغرفة صغيرة تاع سكر، مغرفة صغيرة تاع الملح، ومغرفة صغيرة تاع حمارة، ونكملو نعجنوها بالماء، وعندي زوج مغارف كبار زيت، نسيت الزيت. وهنا نكملو نعجنوها بالماء الدافي. وبعد ما نعجنوها ندلكوها شويه، يعني غير شويه ماشي بزاف، نخليو العجينه يعني طريه، من نديروهاش يابسه، ونخليوها تخمر يعني مده 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. وهنا راح ندير كريمه الجبن، انا هذه دائما نديرها. المهم هنا عندي كاس ماشي معمر تاع حليب، وهنا عندنا فرماج، الفرماج الاحسن يكون هذاك تاع الطل، اما انا متوفر عندي هذا. نديرو ثاني مغرفه تاع فارينة، اللي ماشي متوفره ثاني عندها الفارينة تقدر دير نشا، يعني فارينة ولا نشا كيف كيف. درت انا هنا ثلاث فرماجات، هنا ندير مغرفه تاع فارينة، هنا نحطهم على النار. نبقى نحرك فيهم حتى نتعقد. ويذوب الفرماج هذاك اللي عندنا. هنا بعد ما عقدت كما شفتوا نزيد لها الملح، على راس المغرفة برك فلفل احمر، في الاخير نزيدو شوية فلفل اسود. المهم هذه هي الكريمة تاع الجبنة تاعنا. وهنا بعد ما خليتها ربع ساعة خمرت، وليت هنا قسمتها، أنا درتها جوني ستة، درتهم ست كريات، ومن بعد وليت نفتحوا العجينه على شكل دوائر، يعني نحاولوا ان نديروهم على شكل دوائر. والعجينه نديروها يعني رقيقه، ما نخليوهاش خشينه، ونحطوها كيما شفتوا انا حطيتها هنا في المقلاة. يعني ما تقعدوا تعسوها، يعني ثمثم الطيب تلقاوها هكا تنفخت. هنا كان الحشو تاعي طيب، وكملت كامل الخبزات. كيما قلت لكم تبقاو تعسوها باسكو طيب بالخف. وهنا الحشوة تاعي طابت، هذيك هي لاصوص اللي نحيتها. يريد عصير البرتقال، هو بياخد ثلاث حبات، الواحد بياخد حبتين صغيرين، وممكن نعمل كاسين عصير بثلاث حبات برتقال، نقطعهم كده. ولو عندك عصارة عصارة برتقال ممكن تعصري البرتقال، بس مش تقطعيه نصين وتعصريه. نقطع البرتقال ده كده، برتقال فروتي، نحط
نحطه في الخلاط. ونعصر عليه ليمونة. نديله السكر. قد ايه السكر؟ نص كاس سكر. ونديله كاس مية. كاس ماء. كاس مية. نبدأ نشتغل بالمتقطع. في كده وهنا كملنا. هذه هي كريمة الجبنة اللي خدمتها، وهذه لاصوص اللي جبتها من اللي طاف فيها الدجاج. هنا عندي سلطة وبصلة، وهنا قليت البطاطا. هنا ندهن الساندويتش تاعي بالكريمة. نحط الدجاج. بطاطا. شاهي سندوتش الشاورما بتاعك حلو. هناكل شاورما النهاردة، شاورما فراخ على الطريقة الجزائرية. والسلطة هنا، البصلة، واللي حاب يدير طماطم كل واحد وكفاه الذوق تاعو. هنا المايونيز. نقفل عليه. هنا حطيناه في المقلة، قفلناه. اللي عندها تاع الخاصة بالشاورما ديرها، اما انا ما عنديش. احنا بندير بتاعة الكسرة. لظ مليح لظ. النهاردة شيف زينب عمل لنا شاورما. وهنا حطيت كامل، كملت كامل الساندويتشات تاعي تاع الشاورما. صراحه البنات والله خرجت يعني روعه، ما نحكي لكمش، مع اني اول مره نديرها. ميم راجلي فرح بها بزاف. اللي حاب يدير طماطم يعني كل واحد وكفاه يحب. انا راجلي هو اللي قال لي ديري البصله، وليت درت فيها البصله، يعني ما درتش طماطم. ميم سهله، ما تديش الوقت بزاف، يعني ما تتعبش بزاف. وكملتهم كامل. وهنا وصلنا لاخر الفيديو. كما شفتوا هذه هي الشاورما تاعنا. وهنا هذا هو العصير تاع البرتقال. محمود واش رايك؟ طعمه يجنن. محمود هو الاول بدا ياكل ديجا. خلاص تفضلوا معنا.